أنا بعد 24 ساعة من إعلان النتائج الأولية قلت لابد أن يتحقق تحالف ائتلاف تكتل تقارب تجمع ما بين العظام الثلاثة وهم سماحة السيد الصدر والحلبوسي وفخامة البرزاني وهذه مسألة واضحة سيدي الكريم، يعني مسألة يريدها الشعب. انتخابات الحالية لا تقيسون عليها الانتخابات السابقة. الخطأ اللي وقعنا به أن كل ما نتعامل ويا معضلة ويا مشكلة ويا مسألة نرجع وين؟ الانتخابات السابقة. الانتخابات السابقة ما حقق الكتلة الصدرية هذا الفرق الكبير وهذا العدد الكبير. طيب. انتخابات السابقة ما حقق الحزب الديمقراط الكردستاني مثل هذا الفرق. بما انه جاي تتنبأ باشياء الانتخابات السابقة، خلي يا واش خلي اسئلك بعد. نعم بين طيب تتخيل واضحة وضوح يعني خلي اسألك يعني شيء لما اقول هذا التحالف الثلاثي، هذا التحالف الثلاثي راح يبقى يصمد الإطاريين استاذ طارق؟ اصمد من الصمود، لأن التجربة عندنا اللي منحت حلبوسي 20 راح تمنح شوشيا هشار زيباري 250 مو 200. هسه تشوف حضرتك لما لا؟ لأن ذيك كانت تجربة بالبداية، كانت الناس مترددة. قاني البارحة وصل إلى بغداد وسيد مقتدى اليوم في بغداد ما اعرف، ما اريد اشبكها بهالشكل هذا، بس اقول اكو بعد شيء، يعني لا تتخيل الشيعة شويه سهلين بهذا الموضوع، موضوع انه كسر للمكون الشيعي وممكن انه السنه والكردي يدخلون. اي سيدي انا ما اعلم يعني هالحكايات تجيبوها منين؟ شنو كسر المكون الشيعي؟ يعني لان ما خلينا طارق وحسين بالوزاره ما خلوهم بالحكم يعني كسر الشيعة؟ لا سيدي، فرق جنابك بين الشيعة وبين الرجال يدعون انهم كذلك.